مرة أخرى كترجع الكرة عند لاعبي فريق الجمعية السلوية، تمريرة عالية، شيبان تراوري كيسجل هدف هذه المرة، يسجل هدف ثالث محاولة. نتابع مرة أخرى هذه المحاولة، كانت كرة عالية هذه المرة، كرة رأسية. نتابع مرة أخرى، ما كانش كرة صعيبة ولكن الكرة خدعات الحارس أوزوكا بعد ما ارتطمت بالأرض. نتابع مرة أخرى، هل كان اللاعب شيبان ينتظر كرة مثل هذه؟ كرة عالية، نتابع كيف دخلت الكرة، يعني كنوضعوا نفوسنا في مكان الحارس محمد أوزوكا اللي كان حاضر لحد الآن في هذه المباراة، ولكن مع الأسف الشديد أما الأندية اللي عندها 34 نقطة هذه فرصة لإفادة فريق النهضة البركانية الكأس. تمريره والهدف الثاني، الهدف الثاني توج دخول ديال بركة الكوك المراكشي. نتابع، لاحظوا الموقع الذي يوجد فيه اللاعب عبد المولى الرباح بمفرده، وسدد بكل قوة بكل تركيز في المرمى ديال الحارس محمد أوزوكا ليؤكد نتيجة التفوق لنادي البركانية في هذه المباراة 2-0 إذن في هذه المباراة حتى الآن.